احنا اعتدنا نخوف الناس من شيء قد يكون موجود ونبالغ به وقد يكون غير موجود على الإطلاق، ولكن نريد نرهبهم من أجل أن ينسوا ما اقترفناه بحقهم طوال 17 عام أو يزيد. ونقول لهم كأننا نريد أن نقول لهم اتركوا الخطر ولنواجه ما هو أخطر. هذا بعد يفسر هذه الضجة. البعد الثاني الذي يفسر هذه الضجة هو شعور المذنب بما اقترف. هذا الشعور يخلي أي شبح أمامه وكأنه نمر يريد أن يفترسه. يعني أحد الأصدقاء الأعزاء علق على تغريدتي لما قلت يستنفركم هذا الظهور على التلفزيون العربية، نعم، وما يستفزكم ما تستفزكم العراقية التي تبحث عن قوتها بأكوام القمامة. أجابني جوابا رائعا، قال: لو أطعموا الثانية لما أخافتهم الأولى. أها. وهذه هي الحقيقة، لو أطعموا الثانية لما أخافتهم الأولى.